السلام عليكم، مرحبا، شلونكم؟ اسمي مريم من العراق. اليوم هيك رحت للشغل مالي، المحل مالتنا عزلوه على مود نسوي تحاليل اذا عندنا كورونا لو لا، ورحت المكان كلش بعيد. الكاميرا مالتي انقطعت، كنت دا اكل وكل شي بس ما اعرف الكاميرا انقطعت، فقلت خلي احكيكم شنو صار اليوم. اكلت هذا اكل مكسيكي بس حرامات الكاميرا وقفت. اليوم رحت هيجي للشغل، شنو رايكم؟ حلوه اليوم؟ يعني مرات ما اسوي نفسي فالبس فشي طرحه واحطها علي واطلع، بس مرات يعني اسوي ستايل وكل شيء وهاي، فما اعرف يعني هيجي حلوه يلوق لي. كنت بدي احكي على الشغل الجديد. اليوم رحت، عجبني المكان وكان حلو وكل شيء، تعرفت بناس وكل شيء، فشفت صديقتي المصرية هناك، فكانت مسوية قاعدة ببيتها، فرحت القعدة مالتها، كانت عازمة نسوان، ورحت القعدة مالتها وأكلت. قلت لها أنا ما أقعد هواية، يعني حبقى ساعة وأطلع، لأنه ما أحب أقعد هواية أسهر، أنا مو من النوع أقعد أسهر. فقلت لها حقعد ساعة ويعني أشوف الناس، أتعرف عليهم هيجي، ويعني أتسلى شوية وأطلع. فرحت، فتعرفت بناس، شفت ناس كثير، عراقيين، مصريين، يمها مغربيين، هم كان اكو. هي من النوع تحب تختلط بالعالم مثلي يعني. فاكلت اكلهم، اكلت فشي مثل خبز بخبز، ومن جوا اكو لحم سمتك تقول لي حواشي. واكلت، ذقت شو اسمه، اكلت شو اسمه يا ربي، اكلت فشي مثل معكرونه ورز وحمص وبصل وشعريه وبي شطه، تقول هيك مثل فلفل حار تحطينه وتاكليه، ما اعرف شو اسمه، بس اكلهم طيب. انا احب الاكل المصري يعني هوايه احبه، هي كل ما تسوي باتشا كوارع فاني اروح يعني اكل يعني يمها.